معايا الفنان الجميل طارق الإداري. ازاي حضرتك؟ ازاي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازاي حضرتك؟ انا تمام كله حلو الحمد لله تمام. علاقتك ايه بالمطبخ؟ علاقة طيبة الحمد لله، مفيش خناقات يعني. الحمد لله. بحب اطبخ يعني. بجد؟ اه. وتحب تساعد المدام؟ اه جدا، هي بتطبخ حلو قوي، وكان بحاجة كل فتره كده هي لها كده وجبه مفاجاه كده تطلع حاجه ايه مبسوطه بيها بصراحه. ان احنا طبعا انت مش من الناس اللي بتشجع الفاست فود ها؟ لا يعني عشان الواحد ما يتخنش وكده، فاست مره في الاسبوع كده تغيير يعني. اه لكن ما يبقاش ده الاساس يعني. ما لا زمان بقى واحنا صغيرين خالص كان واحد العادي بتاعه كده، بس يعني الافضل ان الواحد ياكل اكل يبقى صحي وياكل فاست فود مره في الاسبوع كده مرتين ماكسيمم بيبقى فور فان يعني. اعتقد كل ما الواحد بيكبر بيبعد اكتر عن الحاجات اللي بتبقى مش مفيده قوي في الاكل، بنركز اكتر صح؟ اه يعني الواحد بالخبره كده وبالحياه بيبدا يفهم ان ايه، ان كل حاجه بيبقى قصادها حاجه يعني. بشكرك جدا على تليفونك. عفوا يا فندم، تحت امرك. ميرسي جدا.